أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة تصريحات المبعوث الأممي ونائبه بعد زيارته الأخيرة لصنعاء والتناقض بين ما قاله نائب المبعوث الأممي وتصريحات الميليشيا. دعا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مجددا الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الأساسية. وقال ولد الشيخ إن نائبه معين شريم اختتم زيارته إلى صنعاء والتي استمرت 5 أيام داعيا جميع الأطراف للتعاون الكامل وبنية صادقة مع مكتب المبعوث الخاص وامتناع جميع الأطراف عن الإدلاء ببيانات مهددة وتصعيدية واعتماد خطاب يعلي مبادئ السلام. وأضاف المبعوث الأممي أن نائبه اجتمع مع مسؤولين سياسيين في الميليشيا الحوثية والمؤتمر الشعبي العام وجهات سياسية أخرى فاعلة وقادة من المجتمع المدني مبديا ترحيبه بما وصفه بالتشجيع الذي لقيه من خلال التزامهم وتعاونهم لاستئناف عملية السلام في أقرب فرصة ممكنة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما سر التناقض بين تصريحات نائب المبعوث الأممي حول استجابة الميليشيا للعودة وتفاعلها الإيجابي وتصريحات الميليشيا بتصعيد الحرب واستهداف الملاحة الدولية؟ وهل لازالت فرص السلام قائمة؟ قبل النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. استئناف عملية السلام مهمة أممية جديدة في اليمن. تتمسك بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن بأمل التوصل إلى نقاش حول عودة المفاوضات السياسية، رغم أن وقائع الميدان العسكري وحتى المتغيرات السياسية تشير إلى صعوبة استئنافها. وتبدو مشكلة البعثة الأممية متأزمة مع أطراف الصراع، حيث لا تلقى التفاعل العملي مع مقترحاتها. ولهذا دعا نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة معين شريم الأطراف إلى إبداء النية الصادقة للتعاون الكامل مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة والانخراط التام في العملية السياسية بدون أي عوائق مع المبعوث الأممي ولد الشيخ. تحتاج العملية السياسية بنظر نائب المبعوث الأممي إلى اتفاق قيادة يمنية جديدة يضع حدا نهائيا ومستداما للنزاع اليمني. وبحسب البيان الصادر عن مكتب البعثة الأممية، فإن نائب المبعوث الأممي شدد على أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات ملموسة لبناء الثقة فيما بينها. يشير البيان إلى بعض ضمانات بناء الثقة، منها تشغيل متواصل لميناء الحديدة والتوقف عن الأعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، بالإضافة إلى الامتناع عن الإدلاء ببيانات مهددة وتصعيدية وصياغة خطاب مبني على قيم المصالحة والشراكة والسلام وحسن الجوار. كان نائب المبعوث الأممي قد زار الأيام الماضية صنعاء، ووفق البيان الأممي التقى ممثلين عن جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي ومنظمات مدنية، لكن هذا اللقاء أثار شكوك معارضين واعتبروه تسويقا للميليشيا وإنقاذا سياسيا لها، بينما تبدو تحركات البعثة الأممية بنظر مراقبين تغريدا أمميا خارج سرب المتغيرات السياسية والميدانية الراهنة. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من لندن سفير اليمن السابق لدى سوريا الأستاذ عبد الوهاب طواف. أهلا بك سعادة السفير. أهلا وسهلا ومرحبا أخي العزيز، حياكم الله. إذن في البداية دعنا نبدأ بالتصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي وكذلك نتائج الزيارة، زيارة نائبهم معين شريم في مقابل تصعيد إعلامي أخير للميليشيا، كيف تقرأ كل ذلك؟ يا سيدي، عمل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص يسعوا للسلام وبكل الطرق، وهي وظيفة لهم بغض النظر عن ما يجري على الأرض، وهناك فصل وشكاك بين الواقع وبين مهمتهم. نلاحظ أن أعمال المبعوث الخاص ابتداء من 2011 إلى اليوم لا تعكس ما يحدث على الأرض. مثلا بن عمر جاء إلى اليمن ونحن على خلاف حول موضوع نقل السلطة من الرئيس السابق إلى الرئيس الحالي، وهذه الترتيبة لم يترك اليمن إلا والحرب في صنعاء وفي كل المدن، وتم استبداله بلد الشيخ. بلد الشيخ حقيقة لا نقول فيه إلا كل خير، يسعى بكل ما أوتي، ولكن نلاحظ ونؤمن أن هناك أجندات أخرى وشخصية منها ودولي.
معين شريم ذهب إلى صنعاء واستمع إلى تهديد واضح لليمن وللجوار وللملاحة الدولية في البحر الأحمر بصريح العبارة. ويخرج الأخ معين شريم بكلام وكأنه يتكلم عن أزمة في كندا، ولكن ولم يتطرق إلى 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 ما حدث في 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 انتفاضة سبتمبر والقضاء على شريكه الحوثي، قضى على شريكه، بل رئيس رئيس الانقلابيين المرحوم عارف الزوكا أطلقوا عليه 16 رصاصة بإعدام وهو حليفهم، فما بالك مع الشرعية. لم يتطرق إلى الواقع، لم يتطرق. هناك 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 فجوة بين الواقع وبين ما يريده. وهذا ما يدفع للتساؤل يعني سعادة السفير، هل يعني هذه المساعي باحثة عن السلام تتجاوز الوقائع على الأرض أم أنها تغض النظر عنها حتى تستمر؟ أنا كما قلت لك في السابق، هناك أجندة دولية لاستمرار الصراع في اليمن لحساب شركات أو دول مستفيدة من الصراع، وجعل الحوثي فزاعة كما هي إيران في المنطقة للاستفادة في أسلحة وغيرها. ثانيا، في استفادة من جهة المبعوثين الذين يأتوا هنا وهناك، والذي لم يحققوا أي هدف سواء في اليمن، في السودان، في أي في سوريا، في أي مكان ذهبوا إليه. فتراهم كأنهم بس اللهم إنهم يقوموا بالواجب، واجب الوظيفة الذي أوكلوا إليها. ليس لا يريد لم يتكلموا بكلمة واحدة أو بموقف واحد يعكس الواقع السيء الذي نحن فيه. الشرعية تحرص على السلام وهو مطلب لنا جميعا ومطلب لليمن كله السلام، ولكن الواقع يقول ذلك. إذا كان الصمد يهدد العالم والمجتمع الدولي بحضور المبعوث الدولي، ويخرج المبعوث الدولي أو نائب المبعوث الدولي ببيان هزيل وبيان يتكلم كأن هناك أزمة على يعني على طريق دولي أو على جزيرة نائية في أطراف اليمن. يا سيدي، الوضع أسوأ بكثير. هناك تجنيد الأطفال، هناك تجريد. أنهوا شريكهم المؤتمر الشعبي العام وزجوا بكل قياداتهم بعد أن أعدموا رئيس المؤتمر ونائبه، وزجوا بكل قيادات حزب معهم متحالف من 3 أعوام. كيف بالله عليك، كيف الشعب اليمني سينظر إلى 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 مهمة المبعوث الدولي في ظل هذا الإحباط وهذا الدم الذي يسيل ويسفك في كل مكان، بل والتهديد إلى ما هو أعظم من قبل الصمات بحضور المبعوث الدولي؟ أي سلام يتحدث عنه أسعد؟ طيب، في هذا السياق لماذا قامت الميليشيا بهذه التصريحات في صنعاء بوجود نائب المبعوث الأممي برأيك؟ ما الهدف الذي تريد إيصاله من هذه الرسائل؟ طبعا التصريحات او تهديدات الصمات هي تعكس وضعهم الميداني المتدهور والعزله الشعبيه التي يعيشوها اليوم. وعندما اي طرف يعني في الحرب هو متعارف عليه، عندما تزيد التهديدات او ترتفع من وتيرتها وتتصاعد، ودليل على انهم يريدون ان يخرجوا من ما هم فيه. هناك تقدم للقوات الشرعية في كل مكان، الوضع الميداني ذات في صالح الشرعية في كل المحاور. هناك فكاك جماهيري كامل بعد فك أو إفراط عقد التحالف مع المؤتمر الشعبي العام. الآن الشعب اليمني بكل أحزابه وركز بكل أحزابه في ضفة، والحوثيين في ضفة، وبالتالي بات ساعات او ايام او اسابيع او وقت يعني هزيمتهم واسترداد اليمن قاب قوسين او ادنى. الان اتجهوا الى نهب بعد ان اكملوا نهب مؤسسات الدوله. الان اتجهوا الى نهب المواطنين، نهب الشركات، نهب كل ما يصل الى ايديهم. بالتالي وضعهم يريد ان ينقلوا الصراع الى الخارج، على اساس لعل وعسى ان هناك دول يعني تضغط باتجاه الحل السلمي ليحافظوا على ما يمكن محافظه عليه. اما الشرعيه فهي في وضع افضل من اي وقت مضى. اشكرك سعاده السفير عبد الوهاب طواف، سفير اليمن السابق لدى سوريا، كنت معنا في هذه الحلقه.
وأرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن، مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوف الكرام جميعا. حياك الله. إذن أستاذ مختار، دعنا نبدأ ببداية، ما هو الموقف الحكومي صح التعبير من تصريحات نائب المبعوث أو المبعوث الأممي إلى اليمن بعد زيارة نائبه الأخيرة إلى صنعاء؟ بالنسبة للزيارة، يعني نقول أن المسائل التي يبذلها الشيخ أحمد أو المكتب المبعوث الدولي إلى اليمن هي مرحبة بها من قبل الحكومة، لكن نحن نقول أنه لا يوجد هناك أي نتائج في الأرض. يعني البيان الذي أعلنه نائب المبعوث الأممي يتحدث بلغة غير موجودة في الواقع، يعني هو يتحدث عن أن جميع الأطراف يدعو جميع الأطراف إلى العودة للمسار السياسي، ويقول أن الجميع مرحبة بالعودة للمسار السياسي، بينما رأينا تصريحات أو الحديث الذي تحدث به صالح الصماد الرئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين. الرجل كان يتحدث بلغة استثنائية، كان الرجل يتحدث بلغة تهديد أنه سوف يستهدف كل البارجات في البحر ولن تستهدف كل الملاحة البحرية في البحر الأحمر. بالتالي لم نرى هناك أي حديث حتى لمجرد يعني تهيئة الأجهزة فقط. بالتالي نقول أن ما يقوم به أو ما تقوم به الأمم المتحدة في اليمن المهمة أصبحت صعبة أكثر من أي وقت مضى. مهمة المبعوث الدولي ومهمة الأمم المتحدة في اليمن تعقدت بشكل كبير جدا، اصطدمت بتعنت كبير من قبل الميليشيات، مع أن الميليشيات تعيش أوضاع صعبة، مع أن الميليشيات تنزف، مع أن الميليشيات يعني تعاني أشد المعاناة. لم يمر على الحوثيين أيام كما هي هذه الأيام، تقدم عسكري، استهداف وقتل لكثير من القيادات من الدرجة الثالثة والثانية في جماعة الحوثي. طبعا لا يوجد لديهم أي غطاء سياسي ولا يوجد هناك غطاء شعبي، هناك تذمر، هناك هروب ونزوح لكثير من قيادة المؤتمر الشعبي العام إلى المناطق الشرعية. بالتالي هم يعيشون واقعا صعبا، ولكن هذه العنتريات وهذه التصريحات التي يطلقها الصماد أو غيره هي محاولة لإعادة الروح لجسد الميليشيات الانقلابية ليس إلا. أما بالنسبة للمشاورات، المشاورات أعلنت الحكومة موقفها وأعلنت شروطها أنها لا يمكن أن تذهب إلى أي مشاورات لا تكون مرجعيتها المرجعيات المتفق عليها، ولا يمكن الدخول بأي مشاورات قبل أن يتم تسليم الأسلحة والانسحاب من المناطق والمحافظات، بعد ذلك يمكن الحديث عن أي مشاورات. ولكن أنا أعتقد جازما لم يعد هناك مجال للمشاورة السياسية، إنما هناك مشاورات من نوع آخر وهي التي نسمع بها في الجبهات ويقوم بها أبطالنا في الجبهات، هي هذه المشاورات التي نحن نراهن عليها. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ مختار. أرحب بمن ينضم إلينا من تعز، المحلل السياسي الدكتور فيصل الحذيفي. أهلا بك دكتور. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. إذن يعني الميليشيا تقوم بهذه التصريحات التي يصفها كثيرون بالاستعلائية، هناك نوع أيضا من التعامل الأممي معها، لكن هناك أيضا حديث في بيان الأمم المتحدة على أنها تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإدلاء ببيانات مهددة وتصعيدية. ما الذي يجب فهمه من كل هذه الأحداث التي تزامنت مع زيارة نائب المبعوث الأممي في الخمسة الأيام الأخيرة إلى صنعاء؟ ينبغي فهم مهمة المبعوث الأممي نائبه في إطار مجهود مساعي السلام، لأن الأمم المتحدة في إطار الجمعية العامة وفي إطار الأمانة العامة الأمم المتحدة لا تستطيع أن تعمل فارق الفصل السادس وهي السلام، وبالتالي الوساطة لإنجاح السلام تسعى لأن تضر الطرفين إلى هذا المربع وليس لديها حل آخر إلا أن تفعل هذا. وبالتالي لا نستطيع أن نفهم المبعوث الأممي يعني جانب هذا الطرف على حساب الطرف، هو فقط لا يستطيع أن يكون وسيطا ومتحيزا لطرف، وبالتالي يعطي كل الأطراف
من الإمكانات التي تجعلهم يقبل بهذه المحادثات. طبعا تصريح المبعوث أو نائب المبعوث الأممي كان واضح بأن المحادثات ينبغي أن تكون وفق المرجعيات الثلاث. المرجعيات الثلاث معروفة: المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الإقليم الوطني، القرارات الأممية. القرار 2216 يدعو الميليشيات الانقلابية إلى إطلاق المختطفين وتسليم السلاح وتسليم الدولة وعودة الشرعية. وأي مساعي لا يمكن تنجح دون تطبيق هذه القرارات. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور. أعود إلى أستاذ مختار. رحبي أستاذ مختار. أشرت في حديثك إلى أن على الرغم من يعني التصريحات التصعيدية من قبل الميليشيا إلى أنهم يعيشون وضعا صعبا في حقيقة الأمر. برأيك هل عززت هذه الزيارة هذا الوضع الصعب أم أنها يعني كانت بمثابة المتنفس بالنسبة للميليشيات؟ قاموا بلقاء مع نائب المبعوث الأممي، قاموا بتصريحات هنا وهناك، أيضا المؤتمر بداخل صنعاء أخرج بذلك البيان وما شابه. أولا يجب علينا أن نعرف أن مهمة نائب المبعوث الأممي حينما ذهب إلى صنعاء هي ليس لإعادة المسار السياسي للمشاورات. نحن نعرف جميعا أن العودة المسار في ظل هذه الظروف وفي ظل المتغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة أعتقد أنه صعب. نائب المبعوث الأممي ذهب للتوسط لدى الميليشيات الحوثية للمؤتمر الشعبي العام من أجل إطلاق سراح القيادات التي ما تزال معتقلة لدى الميليشيات الحوثية، ومن أجل يعني التوسط لدى الحوثيين من قبل من أجل المؤتمر الشعبي العام. وبذات الوقت يعني يبحث مسألة العودة للمسار السياسي وأيضا تشكيل وفد بعد أن قتلوا رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام الأمين عام المؤتمر عارف الزوكا. بالتالي محاولة لملمة صف الميليشيات الحوثية من أجل في حال ذهبنا إلى أي مشاورات قادمة يكون صفهم تحت إطار واحد وتحت وفد واحد كما كان في السابق. ولكن المهمة صعبة جدا. المؤتمر الشعبي العام تقسم، وطبعا هناك قيادات في الخارج وهناك قيادات معتكفة بالبيت وهناك قيادات متواجدة في صنعاء تحت رحمة الحوثيين خرجوا بذلك البيان المعروف. بالتالي نقول أن واقع الميليشيات الحوثية بالفعل ليس كلام إعلامي فقط. واقع الميليشيات الحوثية واقع صعب تعيش. أنا أعتقد أنها أصعب أيامها منذ 3 سنوات. هناك خسائر متتالية في الجبهات، في جبهات شبوة خرجت من أيديهم البيضاء، الآن هناك مديريتين خرجت من أيديهم، هناك أيضا في جبهة نهم وصرواح هناك تقدم كبير، المعنويات المقاتلين لدى الشرعية معنويات مرتفعة. بالتالي الطرف الآخر يحاول أن يرفع المعنويات لطرفهم ويحاول أن يرمي ببعض التصريحات لكي يعيد الروح للجسد، بينما الميليشيات الحوثية أنا أعتقد أنها في أيامها الأخيرة ونهايتها قربت. بالتالي لا داعي، نقول للمتحدة لا داعي للمشاورات التي لم تأتي بخير على مدى 3 سنوات لم تأتي بأي نتائج إيجابية. دعونا نجرب جبهات أخرى ومشاورات أخرى. يجيد يعني نقول أن الجيش الوطني يجيد هذه المشاورات وبالفعل أو يجيدها في كثير من المناطق والمحافظات بعد أن تم تحريرها، محافظة نارب، تعز، الجنوبية، كل هذه كانت مشاورات من أجادها الجيش الوطني وأجادتها المقاومة بكافة فصائلها. بالتالي نحن نراهن عليهم أن يستكملوا هذه المشاورات وأن تكون المشاورات النهائية إن شاء الله في مران، ويتم رفع العلم الجمهوري في مران وفي جبال تنتهي هذه الأشرذمة التي قتلت الجميع والتي نشرت الدمار ونشرت القتل في جميع أنحاء اليمن. أشكرك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. بالعودة إليك دكتور فيصل، إذن ما هو الذي قد يأتي في المستقبل القريب على المشهد السياسي بالنسبة لليمن دكتور؟ المشهد السياسي في اليمن لا يجد غير تيار الحسم العسكري، وكل المحاولات الحاصلة من قبل المبعوث الأممي المتحدة لمسألة العودة إلى طاولة الحوار يصبح متعثر مع وجود فرق انقلابي ليس لديه استعداد بتنفيذ القرارات
التي يجب على بيت تنفيذها من اجل استمرار السلام، وهي كما قلنا مقترحات الحل وشروط في القرار 2016. لا يمكن الذهاب الى اي سلام دون ان تقبل هذه الميليشيات الانقلابيه بهذه الشروط وهذه القرارات الامميه التي بعضها وفق الفصل التابع. وبما انها لم تقبل يبقى الخيار حسم عسكري. صحيح ان هناك زمن يطول وينعكس اثاره تنعكس اثاره السلبيه على المجتمع، لكن ليس لنا خيار اخر الا ان يتم اجتثاث هذه العصابه الانقلابيه التي تآمرت على الدوله وعلى المجتمع وعلى الشرعيه وعلى الجمهوريه، وارادت ان تعيد المجتمع الى النظام المذهبي الامامي والعصبه السلاليه التي لم يعد ممكنا قبولها في القرن 21. إذا أشكرك دكتور فيصل الحديثي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل ماهر أبو المجد وبقية أفراد الطاقم الفني. دمتم والوطن بألف خير، في أمان الله.